السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه الأخبار؟ النهاردة في فيديو جديد من سلسلة الكونكريت كفر للعناصر الإنشائية المختلفة. اتكلمنا في الفيديو رقم 1 عن الكونكريت كفر للفونديشن، وقلنا ايه هي أنواع الفونديشن، وان الكونكريت كفر بيتراوح ما بين رقمين، امتى بنستخدم ده وامتى بنستخدم ده. لو محتاج ان انت تشوف المعلومة دي ارجع للفيديو رقم 1 بعنوان الكونكريت كفر فور فوتينج او الغطاء الخرساني للأواعد. فيديو رقم 2 اتكلمنا فيه عن الاستراب بيم، وهي الكاميرا الرابطة ما بين الأواعد في حالة وجود قاعدة جار. اتكلمنا فيه برضو عن الكونكريت كفر للاستراب بيم. فيديو رقم 3 اتكلمنا فيه عن الماد فاونديشن او اللبشة او الرفت حسب ما تسميها. اتكلمنا فيها عنها وعن انواعها وعن الكونكريت كفر بتاعها. الفيديو رقم النهاردة فيديو رقم 4 هنتكلم فيه عن الكونكريت كفر الخاص بالأعمدة. الكونكريت كفر ده يا جماعة لو بصينا في صورة زي دي، تمام، هتيجي تبص هنا، شايفين حدود الحديد لحد فين؟ شايفين ابعاد الكانة لحد فين؟ طب بص بقى على أبعاد الخرسانة، هتلاقي أبعاد الخرسانة زيادة عن أبعاد الكانة بمسافة معينة. المسافة المعينة دي بقى يا باشمهندس بنسميها احنا في الهندسة الكفر الخرساني أو الغطاء الخرساني. هو ده الكونكريت كفر، بنعمله علشان نحافظ على الحديد. الكونكريت كفر في الأعمدة بيكون 40 ملي، 40 ملي في مصر بنستخدمه كام؟ 2 سنتي ونص، يعني 25 ملي. برا مصر بيستخدموه 40 ملي، تمام. يبقى الكونكريت كفر في مصر احنا بنستخدمه 2.5 سنتي، يعني 25 ملي. برا مصر بيستخدموا الكونكريت كفر بتاع الأعمدة 40 ملي. بكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بننزله. اعمل لايك للفيديو لو عجبك، اعمل له شير عشان يوصل لكل الناس اللي محتاجة تعرف معلومة زي كده. اكتب في الكومنتات اي سؤال لو محتاجه، لو محتاج تضيف اي حاجة قولها، لو عندك معلومة ما تبخلش بيها على زمايلك. بس شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.